كيف يبدو الإنتاج الضخم للحوم الدجاج؟ وما هي المكونات السرية المستخدمة في إنتاج الألعاب المشهورة عالمياً؟ وكيف يعمل الحرفيون لصنع الشعر المستعار؟ كل الإجابات هنا، وفي هذه الحلقة سأريكم أشياء تشاهدونها لأول مرة في حياتكم. لنذهب. الشعر المستعار. يمكن أن يكون الشعر المستعار صناعياً أو طبيعياً. الشعر المستعار الطبيعي مصنوع من شعر بشري حقيقي. أحياناً يتم إضافة شعر الحيوانات مثل الخروف والماعز، الثور التبتي أو حتى الجمال. صوف ماعز الإنغورا هو الأكثر قيمة، يصل طوله إلى 30 سنتيمتراً، ناعم جداً وحريري. وأحياناً ذيل الحصان يكون له دور في هذا، لكن معظم المواد الخام لا تزال من شعر الإنسان. لإنتاج الباروكات الاصطناعية يتم استخدام الإكريليك والفينيل والكانيكالون الذي يحتوي على الطحالب. شعر مستعار يبدو أكثر طبيعية. يمكن لصاحب هذا الشعر صبغ شعر مستعار بالكامل أو صبغ خيوط منفصلة، أو يمكنه تجعيد الشعر. يجب أن يتكيف الشعر المستعار بشكل مثالي مع الرأس، لذلك عادة ما يتم طلب الباروكة بشكل فردي. تأخذ هذه النماذج في الاعتبار محيط الرأس والمسافات. يتم ربط الباروكة بقاعدة، مثلا بالمواد التي تشبه إلى حد بعيد جلد الإنسان، أو بشبكة مرنة بها خلايا دقيقة. عادة ما تحاكي الباروكات المصطنعة آليا قصات الشعر القصيرة. إنها مصنوعة من خصلات شعر، وهي عبارة عن حزم منسوجة من الشعر، مصنوعة أيضا بمساعدة الآلات. قبل البدء في عملية تشذيب الشعر يتم صبغه باللون والظل المطلوبين، مما يعطي الباروكة النهائية تشابها كبيرا مع الشعر الطبيعي. ثم يتم خياطة الخصلات على الأساس المخطط. يتم العمل اليدوي عن طريق عدة خطافات بأحجام مختلفة. يتم نسج الشعر في الأساس ويتم تثبيته بعقدة خاصة. يتم استخدام نفس الطريقة لإنشاء شعر مستعار صناعي. يمكن للشعر المستعار المصنوع يدوياً ملء بقع الصلع أو الصلع نفسه. هناك عملية أخرى لصنع الشعر المستعار، إنها تنطوي على إنتاج الماكينة لأجزاء الباروكة التي هي أعلى الرأس ومؤخرة الرأس. يتم العمل على الجزء الأمامي يدوياً. يمكن تمشيط الشعر في مثل هذه الباروكة خلف الأذنين أو إلقاؤه للخلف وكشف الجبهة. ألعاب تخفيف التوتر. كثرة العواطف وقلة الراحة تؤدي إلى التوتر. واحدة من أسهل طرق الاسترخاء هي الضغط على وسادة مضادة للإجهاد أو لعبة لتخفيف التوتر مع حشو خاص. لكن هل تعلم ما حدث لها قبل ظهورها على رفوف المحلات وبين يديك؟ كما تعلم، فإن حشو هذه الألعاب هو حشو خاص له تأثير تدليك طفيف على جسم الإنسان. الحشو عبارة عن حبيبات تدليك صغيرة من رغوة البوليسترين، يمكنك الاستلقاء عليها أو حتى ضربها. حبيبات البوليسترين غير مكلفة ومتينة، ولا تجمع الغبار ولا تمتص الرطوبة. خيار حشو آخر هو الكرات السيليكونية، لها طلاء مضاد للبكتيريا وتتحمل درجات حرارة الغسيل العالية ولا تفقد شكلها. أيضا يمكن ملء هذه الألعاب بمواد طبيعية مثل قشر الحنطة السوداء والصوف، لكن هذه المنتجات غالية الثمن. القشر ثقيل جدا، لذلك سيكون من الصعب رمي الوسائد بهذا الحشو في جميع أنحاء الغرفة. المنتجات التي تحتوي على حشوة من الصوف لها سعر مرتفع إلى حد ما وتتطلب معالجة دقيقة. في الوقت نفسه إنها مفيدة جدا، لأنها لا تمتلك تأثيرا مضادا للإجهاد فحسب، بل تعمل أيضا كنوع من العلاج للروماتيزم وحتى أمراض الجهاز التنفسي. الهلام. تم إنتاجها لأول مرة في عام 1976. تم تصنيع الهلام اللزج في مصنع للألعاب في كاليفورنيا من أربعة مكونات رئيسية: صمغ الغوار والبوراكس والبوليمرات والغراء. في الوقت الحاضر يعد صمغ الغوار والبوراكس المكونين الرئيسيين الوحيدين في إنتاج الهلام. صمغ الغوار منتج غير ضار، يستخدم في الطهي لتكثيف الهلام والكاتشب والصلصات، وكذلك أطباق اللحوم والأسماك. أما بالنسبة للبوراكس فإن الكميات الكبيرة منه تشكل خطراً على الصحة، لكن لا يوجد الكثير منه في الهلام. إن اللعبة نفسها ليست ضارة بالصحة، لكن يجب تجنب وضعها بالفم. أما بالنسبة للبوليمرات والغراء فعادة ما تستخدم في إنتاج الهلام الرخيص. إنها ليست خطيرة، لكن من الأفضل عدم اللعب بها لفترة طويلة. بالمناسبة، هل تعلم أن الهلام له خاصية سائل غير نيوتوني؟ وبسبب هذه الخاصية لا ينسكب ويسهل جمعه.
ماذا عن الولاعة الأكثر شهرة على هذا الكوكب؟ ابقى على اتصال لمعرفة كل التفاصيل ومشاهدة عمليات الإنتاج الرائعة الأخرى. هيا لنذهب. زيبو. هناك مجموعة كاملة من الولاعات في العالم، لكن كلها لا تقارن بزيبو من حيث الشعبية. هذه الولاعة جميلة المظهر وتوفر احتراقا جيدا ومقاومة للرياح. إذن كيف يتم صنعها؟ تبدأ عملية التصنيع بتشكيل السطح والمنطقة السفلية للجسم من صفائح كبيرة من النحاس الأصفر. توضع العناصر في حوض النيكل، فهي توفر التصاقا أفضل للتطبيق اللاحق لطبقة الكروم. تخضع فراغات الجسم لخمس مراحل من غسيل النيكل. بعدها يتم نقلهم إلى خزان خاص يطبق طلاء الكروم، والنتيجة هي علبة لامعة مطلية بالكروم. كل ساعة ينتج مصنع زيبو أكثر من 3000 هيكل. في مراحل الإنتاج التالية يتم إنتاج أجزاء صغيرة لإمداد الوقود وإمداد الشرارة. في إحداها يتم عمل ثقوب في عناصر الإشعال، وهذه الفتحات توفر حماية أخف من الرياح. ويتم ضبط زنبركا وعجلة صوان لكل ولاعة، إنها تشكل شرارة عن طريق حركة دوارة. بعدها يتم تصنيع الفتيل، والذي يعمل وفقا لمبدأ الإسفنج الماصل للوقود. يضاف الوقود نفسه إلى الخزان في المرحلة النهائية. يتم إدخال الأساس المجمع للعناصر الداخلية في النهاية في الهيكل المجهز مسبقا. يتم فحص كل ولاعة وتقييمها بعناية. يجب أن تكون جميع مكوناتها في مكانها الصحيح. يتم فحص حتى الصوت الصادر من الولاعة. إذا لم يصل الصوت إلى المستوى القياسي فيمكن رفض المنتج. متى كانت آخر مرة خبزت فيها؟ إذا فعلت ذلك مؤخرا فأنت بالتأكيد تتذكر أنك استخدمت قوالب خاصة عند الخبز. يبدو أن قالب الكعك بسيط، لكن إنتاجه مثير للاهتمام. يمكنك العثور في المتاجر على قوالب من جميع الأحجام والأنواع. فهناك مثلا قوالب على شكل شخصيات كرتونية. مهما كانت هذه القوالب فهي مصنوعة من نفس النوع بآلة خاصة. قطعة العمل مصنوعة من معدن متين، والدائرة مصنوعة من المعدن الذي يمكن ضغطه بسهولة. عندما يتم ضغط الدائرة فإنها تأخذ شكل القالب المستقبلي. كل ما تبقى هو القيام ببعض المعالجات. بعدها يمكنك تعبئته وإرساله إلى المتجر. من الممكن أنك لم تخبز منذ مدة، لكنك بالتأكيد أكلت أو طهيت طبق دجاج مؤخرا، لأن الدجاج هو أحد أكثر الأطعمة شيوعا على الكوكب. هناك حوالي 20 مليار دجاجة على الأرض، وينتهي الأمر بمعظمهم على رفوف المتاجر. يتم تربية الدجاج في المزارع. تمتلك مزارع الدواجن معدات خاصة لهذا الغرض. يتم إطلاق الأجسام على حزام ناقل يتحرك بسرعة كبيرة. أثناء تحركهم تفصل سكاكين خاصة الرؤوس والأقدام عن الدجاج. بعد المرور عبر هذا الناقل يتم تنظيف الجسم وتشكيله تقريبا كما نراه في المتاجر. عند اكتمال جميع عمليات المعالجة يبدأ التوزيع. يتم إرسال الدجاج إلى مكان منفصل حيث يتم تعبئتها. هذا كل ما في الأمر يا رفاق. ما هي عملية الإنتاج التي صدمتك أكثر؟ أخبروني في التعليقات. شكرا لكم ونراكم لاحقاً.